الرحمن الرحيم. إعلان النتيجة النهائية للتصويت الجمعية العمومية الخاصة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وبناء على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة الموافق 25/8/2017 بمقر النادي بمدينة نصر، ويوم السبت الموافق 26/8/2017 بمقر النادي بالجزيرة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. قامت اللجنة القضائية بالإشراف على العملية الانتخابية على مدار اليومين سالف البيان، وتبين من واقع الكشوف الصادرة عن النادي المدرج بها أسماء السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الخاصة أن إجمالي عددهم 156,416 عضوا، وأن إجمالي الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في يومي 25 و26/8/2017 بلغ عددهم 14,975 عضوا. وبذلك قد اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة. وقد قام السادة أعضاء اللجان الفرعية بجهد مشكور على مدار اليومين في القيام بالعملية الانتخابية على خير وجه، وهو جهد مضني وجهد مشكور، كما قامت اللجنة القضائية بفرز بطاقات إبداء الرأي، وتبين أن إجمالي عدد الحاضرين يومي 25 و26/8/2017 عدد 14,975 عضوا، إجمالي عدد الأصوات الباطلة 58 صوتا، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 14,917 صوت. إجمالي عدد الأصوات الغير موافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي 526 صوت. إجمالي عدد الأصوات الموافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي 14,391 صوت. إجمالي عدد الأصوات الموافقة على النظام الأساسي للنادي الأهلي 14,391 صوت، وهي نسبة تزيد عن ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم. وبناء عليه أصبحت لائحة النظام الأساسي هي السارية للنادي الأهلي. Yeah.
برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنستقبل محامي النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم فكري، كمان محكم دولي واقليمي، لشرح التفاصيل لكل جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، عشان الملف ده كان مهم جدا جدا، وتعرفوا ناديك اتحرك صح ولا غلط من خلال محامي النادي الاهلي استاذ ابراهيم. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. انا سعيد بوجودك معايا النهارده. انا اسعد ودايما بتكلم وانا بهنيك وبهني جماهير النادي الاهلي جميعا. الحمد لله. نقاط الجمعيه العموميه الرائعه اللي هي في تاريخ النادي الاهلي بالمناسبه، مقابل كل التحديات اللي كانت موجوده. في ظل التحديات انا بشوف اللي هو كان يوم تاريخي. الحقيقه كان يوم، هي لحظات تاريخيه بالكامل، يعني الواحد لو هيقعد يأرخ لها محتاج لليومين دول شهور وسنين يكتب تفاصيل اللي تم. لان فعلا كانت جمعيه يعني فيها اللي يثير الشجن، وفيها اللي يثير الضحك، وفيها اللي يثير السعاده، وفيها اللي يثير الحزن. يعني 48 ساعه كانوا محملين باحاسيس مفعمه من كل الناس. فيها كلام كتير يا كابتن الحقيقه، فيها دي كلام حقيقة كتير. دي حقيقه. خليني ابتدي مع حضرتك من اللي احنا شفناه. نعم. ايه رايك لحظه اعلان سيد المستشار بالنتيجه وفرحه الناس كلها اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا موجودين، منهم اللي مرضي، منهم اللي روح، ومنهم اللي هو صم بيبقى موجود في المدرج؟ نعم. عشان يسمع لحظه الانتصار، وانا من وجهه نظري انتصار الحق وانتصار اعضاء الجمعيه العموميه لدستورهم وعدم فرض الوصايه عليهم. والله اللي منهم روح واللي منهم قعد، يعني اللي كانوا موجودين، لا دي لحظات برضو اللي كانت بتحتاج فعلا ان يتأرخ لها. يعني لما يكون الاستاذ عماد وحيد داخل خارج من بعد اعلان النتيجه من الصوان في اعلان من الصاله المغطاه في اعلان النتيجه، ويقابله احد الاعضاء المحترمين وهو يعني زي حالتنا كده كبير في السن يعني، وياخد الاستاذ عماد وحيد في حضنه ويبكي فرحا من نتيجه الجمعيه العموميه، لان حس ان يعني هو انتصر في تحدي كبير، انتصر في تحدي كبير، بيقول للناس كلها يعني ارجع يا عم، انت وهو انت بتحارب مين؟ النادي الاهلي ما دخلش معركه ما انتصرش فيها. ما دخلش معركه، انت بتلعبوا فين؟ يعني اللي عايز يلعب يروح يلعب في حته ثانيه، مش مع النادي الاهلي، ما يعملش معركه مع النادي الاهلي. والا اذا كانوا هم بيعتبروا ان خسارتهم في المعارك قدام النادي الاهلي مكسب ليهم، مجرد ان هم يخسروا قدام النادي الاهلي، فده موضوع ثاني، هم وشأنهم. يعني هم وشأنهم في المسألة دي. فاللي كان يشوف مشاعر الناس امبارح كان يعرف يعني ايه قيمة النادي الاهلي، قيمة القلعة الحمراء حق، قيمة اعضاء الجمعية العمومية. الجمعية العمومية دي على فكرة ما بتضحكش عليها. الجمعية العمومية بدون ذكر اسماء على فكرة سحبت الثقة مرتين في تاريخها. من رؤساء ليهم كل الاجلال والاحترام والتعظيم. الجمعية العمومية دي ما بتضحكش عليها خالص. الجمعية العمومية اللي بيتقال عليها اللهم انها كانت رايحة عشان تنصر سين او صاد او عين، ده كلام اصلا كان مردود عليه. ما حدش كان يملك من اعضاء مجلس الاداره يا كابتن اللي بيقول ان المساله مساله انتخابات وبدين الانتخابات بدري، او اللي انا هسميهم معلش بقى ان سمحت لي في اللفظ ارزوقيه الانتخابات، هم اللي عايزين الانتخابات تبدا بدري. ها، المهندس محمود طاهر ولا مجلس اداره النادي كان يملك ان هو ما يعقدش الجمعيه العموميه دي. ده القانون محدد لها مده زمنيه لمده 3 شهور، تبدا في 1/6 تنتهي في 31/8. ده احنا بنقول ان النادي الاهلي اتاخر، لكن لما قلنا الاهلي اتاخر ليه في عقد جمعيته العموميه، هقول ان كان بيعد لائحه طليق بالنادي الاهلي عملها احد اكبر فقهاء القانون في مصر الاستاذ رجاء عطيه، كان بيعد لائحه على مدار الثلاث شهور، كان بيتدارس الامر وبيناقش الاعضاء عضو عضو، كل من له اعتراض كانت الصدور كلها مفتوحه للمناقشه. المساله اللي يقول انتخابات يقول صوره مين اترفعت؟ مفيش. يعني صورة مين اترفعت من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة؟ صورة الأهلي. صورة الأهلي. الأهلي فوق الجميع، اللي أعضاء الجمعية العمومية بتوعه فعلاً أثبتوا بما لا يدع مجال للشك إن الأهلي فوق الجميع. كابتن في نقطة أنا عايز أقولها لحضرتك. اتفضل يا فندم. النادي الأهلي لو كان فتح المجال زي كتير من الجمعيات العمومية اللي انعقدت، للأب يصوت لابنه اللي مسافر، والابن يصوت لأبوه، والأخت تصوت لأخوها، والزوجة تصوت لزوجها، لكان الجمعيه العموميه اللي جابت 15000 مقاتل، المستشارين ما كانش بيوافق. 15000 انا شفت نماذج، كان معايا النهارده مداخله من استاذ عضو جمعيه عموميه. قال لك انا والدي تعبان شويه، رحت لست المستشار اكلمه، قلت له صوت له ما رضاش ابدا. ما انا بقول لحضرتك لو اتفتح المجال بقى زي جمعيات عموميه اخرى اتقال انها اكتملت، لو اتفتح المجال بقى اللي دي تصوت لجوزها، وده يصوت لابوه، وده يصوت لابنه، في حد قال انا كنت رايح 25 عضو لكن غير ما ادخل في اسماء، لكن كف مقر النادي الاهلي في الجزيره، ولا كان كفى مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. ما كانش هيكفي اعضاء الجمعيه العموميه لو المساله بهذا الشكل، كل واحد هيروح يصوت لده ويصوت لده، كان زماننا بنتكلم في رقم تاني مختلف. فاحنا بنقول ان اللي جم مش كانوا نواب مش عن اعضاء الجمعيه العموميه، لا ده كانوا نواب عن ملايين
الجماهير، جماهير النادي الاهلي اللي موجودين في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا من اقصاها الى اقصاها. طيب هبتدي مع حضرتك في البدايه عشان ندي الناس حقها. نعم. لان كان في 69 قاضي موجودين. نعم. ناس من الهيئه النيابه الاداريه. نعم. بذلوا مجهود كبير، وبصراحه كان عاجبني دايما بحب التعامل اللي فيه هدوء وسلاسه. نعم. وانا اللي مسؤول هنا، وكان نعم. التعامل بمنتهى الشياكه. نعم. والنزاهه. نعم. والشفافيه. نعم. من الهيئه النيابه الاداريه. نعم. هتقول لهم ايه؟ الحقيقه انا عايز اكد على الشكر. وانا ليس لي ان انا اتكلم بلسان اعضاء النادي الاهلي، لكن انا عايز اكد على الشكر اللي صدر امبارح للمهندس محمود طاهر واعضاء مجلس الاداره لاعضاء النيابه الاداريه على المجهود المضني على مدار يومين. ولم يسلموا من التلاسن من بعض الناس، لكن كان فعلا كان مجهود مضني منهم، وانا بتوجه لهم بالشكر. يعني النهارده اتعمل مع حضرتك مداخله من المستشار اياد عبد الحكيم. والمستشار اياد عبد الحكيم بس انا عايز اعرف جماهير النادي الاهلي طبيعه القضاه والمستشارين اللي كانوا موجودين. اتفضل. على الصندوق بتاع الجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي. مستشار اياد عبد الحكيم عضو مجلس اداره نادي هيئه النيابه الاداريه في المنيا. يعني من اعلى درجات القضاء في القضاء في في, في النيابه الاداريه في في, في مصر. كان موجود المستشار اياد عبد الحكيم، مش مجرد مستشار عادي، لا يشار اليه بالبنان، لان هو من عيله، هو ابن الاستاذ محمد عبد الحكيم ابو زيد نقيب محامين المنيا الاسبق. فمعروف في مصر كلها حاجه، يعني اللي هو التصرف الخاطئ لو صدر من شخص عادي ممكن ما يبانش، انما لما يصدر من اياد عبد الحكيم او حازم عبد الحكيم اللي كان موجود في نفس أخوه في نفس في نفس المكان، لا كان هيلاقي ألف عين بتبص عليه. ناس فوق الشبهات يا فندم. النادي الاهلي الوحيد اللي اشراف قضائي كامل في الانتخابات في الانتخابات في الانديه كلها، بالنسبه للانديه كلها اشراف قضائي كامل، اتنين قضاء على كل صندوق ما حصلتش. وخليني اقول لحضرتك انا محامي اكتر من نادي، مش النادي الاهلي لوحده، ده ما حصلش غير في النادي الاهلي بس. وعند يعني انا لما انا عايز بس لما اتكلم يا كابتن ارجوك ما يتفهمش من كلامي ان انا يعني بتملق المهندس محمود طاهر او بتملق احد اعضاء مجلس الاداره، هو الموضوع مش كده. انا لو مهما قلت في المهندس محمود طاهر لن اضيف له شيء، ولو مسكت عن الكلام مش هنقص من قدره. اريحك عشان تتكلم براحتك واشيل الحرج عن حضرتك. حتى المختلفين مع المهندس محمود طاهر بيقولوا شخصيه محترمه جدا، شخصيه خلوقه جدا، وده اللي احنا بنسمعه طول الوقت. يعني حتى اللي بيختلف لكن ما في ناس بتختلف وفي ناس بتخالف. يعني في ناس بتختلف. اصل هنقعد بقى نعمل حساب الناس، يبقى مش هنتكلم اساسا. لما 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 نسمع النهارده على احد المواقع على السوشيال ميديا المهندس محمود طاهر مش قانوني وعشان كده جمعيته بطلة، ايه ده؟ انت ايه ده؟ انت مين يا عم؟ هو المهندس محمود طاهر مش قانوني؟ رئيس الانتخابات؟ المهندس محمود طاهر مش قانوني. طب المهندس محمود طاهر عمل جمعيه، انت يعني انت وناديك وخمس نوادي جنبهم ما يعرفوش يعملوا ربعها. انت كان بيصوت عندك الناس بالتوكيل وبالمحبه وده انا اعرفه شخصيا، خش صوت، وده ما اعرفوش، وده كانت المساله ماشيه عندك كده. بتتكلم في قانونيه الاستاذ المهندس محمود طاهر اللي جه قبل الانتخابات في اعضاء الشيخ زايد. اعضاء الشيخ زايد يدرجوا ضمن الكشوف الانتخابيه؟ قال في حكم ينفع ما يدرجوش؟ قال لك لا نحترم احكام القضاء. ده يوم 26 المحكمه الاداريه العليا بتنظر في امرهم في اعضاء الشيخ زايد. طب الحكم نافذ ولا مش نافذ؟ الحكم نافذ، ينفذ القانون. وصمم القانون، وصمم ان هم يدرجوا، وهو عارف ان اللي هيجي منهم مش يعني ممكن يصوت بلأة ضد اللائحه اللي هو عايزها، وعارف ان لو اكتمل وكان عددهم اكتر من التلت كان ممكن اللائحه ما تخرجش للنور. صح. ومع ذلك قال لك فليكن القانون ويذهب العالم للجحيم. فليكن القانون، ينفع اوقف تنفيذ حكم قضائي؟ الحكم سار ولا له سار؟ ينفذ الحكم. ينفذ الحكم. وليكن القانون ويذهب العالم كله الى الجحيم. ادرجوهم. فأدرجوا في كشوف الجمعية العمومية وكانوا موجودين، وهو يعلم تماما ان هم هيصوتوا بلأ ضد اللائحة. كمان عايز اتكلم عشان نديهم حقهم، لا صوت يعلو فوق صوت الجمعية العمومية. نعم. قالت كلمتها برقم كبير وضخم وقبلة التحديات. نعم. حضرتك في نقطة مهمة أنا قلتها في البداية. نعم. يوم الانتخاب مش هكلمك في الأسبوع اللي قبليه وكمية الإحباط اللي بيصدروه للناس. نعم. مش هكلمك عن صحف قوميه كبيره يوم الانتخاب الصبح، لا خلاص هي باطله، ده لسه ما لحقش، ما حدش راح ينزل من بيته. اتصدر للناس كلها اللي هي باطله. نعم. مع اعلام كل يوم كل يوم التفرقه والتقسيم وقلبوها انتخابات وكده، ويجي 15,000 من اعضاء الجمعيه العموميه. التفرقه والتقسيم والنادي الاهلي بقى زي ما دكان حلاقه.
مش تفرقه وتقسيم. الجمله دي اتقالت النادي الاهلي بقى دكان حلاقه بيتشمع. عيب 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 يا من كنت تنتمي في يوم من الايام للنادي الاهلي واصبحت لا تنتمي الا لنفسك. عيب النادي الاهلي مش دكان حلاقه. عيب الشمع الاحمر اللي انت بتتكلم عنه، الشمع الاحمر اللي انت بتتكلم عنه كان مصاحب ليه محضر اجراءات في اول يوم محطوط جوه الصندوق بامضة قاضي له كل الاحترام قايل فيه حضر عدد قد كده وباقي عدد استمارات فاضل لما يطلب اصواتهم قد كده ومتحدد فيه كل حاجه وماضي. الصبح ياخد المحضر بتاعه يراجع الكلام بتاعه اللي هو كاتبه امبارح مع ان هو مشمع بالشمع الاحمر وختم بختمه فوق الشمع الاحمر وما اكتفاش بهذا الا ان الصبح تم الجرد قبل ما يتفتح الصندوق للمره الثانيه. تيجي بعد كل المجهود ده وبعد كل اللي قاموا بيه مستشارين محترمين اجلاء تقول اصل الشمع الاحمر كان الحلاق عندنا. صعب بيشيله ايه ده؟ صعب قوي. ايه ده؟ صعب قوي. ايه ده؟ ونشوف النهارده على السوشيال ميديا التاني طالع يقول لك اصل المهندس محمود طاهر مش قانوني، مش قانوني. طب انت القانوني عملت جمعيه ايه؟ عملت جمعيه مين ايه؟ التاني؟ واصل اصل ايه؟ اصل ده مش فكر المهندس محمود طاهر، ده فكر الاستاذ رجاء عطيه. استاذ رجاء عطيه ده احنا في سننا ده واحنا كبار في السن نسمع ان الفقيه العلامه الاستاذ رجاء عطيه في المحكمه بيترافع في الجلسه الفلانيه. والله نجري نخلص شغلنا بسرعه ونروح عشان نقعد جنب الاستاذ رجاء عطيه نتعرف نتعلم للشباب الصغير نتعلم عشان الناس. يعرفوا مين اللي حط اللائحه. عايز اقول لحضرتك حاجه، ما تعرف الناس حتى الراجل ده يعني احترام السن ما كانش موجود معاه. حتى ده تهاجم اقول لك انا ما بقتش فاهم، يعني كلام صعب جدا. واحنا في وقت المفروض يعني اكتر حاجه صعبه بعد ثورتين حصدنا منها عارف ايه؟ حصدنا الانفلات الاخلاقي. من الكبير ومن الصغير ومفيش حد يحترم حد. ما بقاش فيه. خليني اكلمك بصراحه اكتر. عرف الناس مين رجاء عطيه وبيعمل ايه في حياته ووصل لايه عشان الشباب الصغير حتى اللي بيوجهوه يهاجموه يبقى فاهم الراجل ده القامه القيمه والقامه يبقى مين. الاستاذ رجاء عطيه تقريبا احد اول المرجعيات القانونيه في مصر اللي بيرجع لها اساتذه قانون يرجع له الاستاذ رجاء عطيه في امور ماذا يفعلون. احنا رغم سننا ورغم اللي يتعدى مننا 30 سنه من عمره زي حالاته في زي حالاتي في القانون ها يرجع للاستاذ رجاء عطيه يستفتيه لان الفتوى حاضره بعلم على لسان الاستاذ رجاء عطيه. فلما الاستاذ رجاء عطيه يتفضل ويقوم بصياغه لائحه النادي الاهلي او ترجمه ما يريده اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على ورق هو ما اكثر من مترجم بين القانون وبين رغبه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ما كان يستحق الا كلمه شكر وشكر عميق. يعني كلمه شكر وشكر عميق. انا متفق مع حضرتك 100%. هدخل كمان عشان ندي الناس حقها ونبقى بنتكلم بامانه. انت قلت لي اعضاء الجمعيه العموميه وكنت مصر وبتاع بس في حاجه ما حدش اتكلم فيها خالص موجوده على ارض الواقع. نعم. النظام اللي كان موجود في الدخول والخروج السريع نعم من الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي وكمان الامن المتواجد وكل المديرين اللي موجودين اللي بذلوا مجهود كبير عشان ندي الناس حقها. نعم. الحقيقه بص يعني هي كانت خليه نحل، هي كانت ملحمه بالامانه. وكان بيقودها قائد كتيبه المقاتلين اللي هو شيرين شمس اللي اتقال عليه ما اللي قيل عليه ما قيل يعني ها انا اسف بصفاقه يعني قيل عليه ما قيل بصفاقه اقل ما يقال عن اللي قيل عن اللي هو شيرين انه اتقال عليه بصفاقه ها بقياده اللي هو شيرين. لا فعلا مفيش يعني مفيش مجال لان عنصر الخطا يدخل من اي مجال. ما كانش في مجال لده واللي كانت عينه تغفل كان وراه اما الاستاذ كامل زاهر اما الاستاذ عماد وحيد اما المهندس محمود اللي كانت عينه تغفل من حاجه اللي هو شيرين قاعد في ارض الملعب ما سابهاش على مدار ال 48 ساعه دقيقه واحده تقريبا. طيب فكانت يعني دخول منظم خروج منظم ما فيش تشكيك ان اصل والله ده ابراهيم فكري دخل فقعد جوه ساعه يحط صوته. اقول لك على حاجه النادي الاهلي انا فخور بنادية جدا جدا. عارف ليه؟ اللي كان عايز يبين اللي فيها زحمه كان ممكن يعمل القاعه صغيره يصغر ويصغر القاعه ويبان بقى للناس كلها شايفين الاعداد مع العدد اللي جه كان يبان. لكن المساحه كانت رهيبه في اول يوم مش باين ما تحط فيها 2000 و3000 مش بيبان فيها حاجه. وفي ناس حتى كنت بدردش معاها قال لك كان ممكن يصغروا القاعه كانت هتبقى افضل من كده عشان اللي يشكك يقول شايفين العدد ده. لكن القاعه من كبرها بان مهما بيحصل حشد والناس بتيجي مع بتخرج بسرعه وبتدخل بسرعه مش قادرين يقتنعوا
اللي النادي الاهلي مثال للشرف والنزاهه والشفافيه. ايوه، عشان يحصل تلاعب في المساله، تلاعب لحساب مين وضد مين؟ يعني هيبقى تلاعب لحساب مين وضد مين؟ ده سؤال كل الناس بس تسال نفسها فيه. سؤال لحساب مين وضد مين؟ يعني وبتشككوا ليه؟ وليه عايزين اقول لك انا بصراحه؟ نعم. وانت ما اعرفش اتفق او تختلف معايا؟ اتفضل. كانوا بيراهنوا ال 2000 3000 4000 بعد الحمله اللي احنا عملناها دي هم اللي يجوا بس. ده مش كده بس. ده اصلا النصاب اللي اتحط 12000 ونص ده محطوط للنادي الاهلي مخصوص. ده نصاب تعجيزي بالمناسبه. يعني ده نصاب تعجيزي ووضع اللائحه يعلم جيدا ان كل الانديه اللي موجوده يعلم النصاب اللي بيجي فيها قد ايه، وعارف ان الجامعات العموميه القادمه في كل النوادي هتحط لنفسها لوائح باقل من النصاب اللي موجود في اللائحه الاسترشاديه اللي هو وزعها على الانديه. هو ما كان مقصود غير ان يعجز النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي ما بيعجزش الحمد لله. ها، كان يعجز النادي الاهلي عن انه يجمع النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه العموميه فيخضع لرقابه اللائحه الاسترشاديه بما فيها. اللي احنا خلاص ما بقاش من حقنا ان احنا نناقشها لان ما بقاش تخصنا في شيء. بعد ما اعلن سياده المستشار المحترم ان اللائحه المعمول بيها هي اللائحه اللي تم التصويت عليها داخل الجمعيه العموميه، فلا مجال للكلام في اللائحه الاسترشاديه. 14975 او نتكلم 15000 هم بقى كلمتهم بس النادي عمل اللي عليه كلمتهم. انت بقى دول اعضاء هم اصحاب النادي وانت كل القوانين، وقعدنا نتكلم سنين طويله على اعطاء الحق للجمعيه العموميات وكلام طويل قوي وقوانين طويله. خليني ادخل مع حضرتك بعمق اكتر. اتفضل. عشان جمهور الاهلي اللي مش فاهم يفهم. نعم. انا بتكلم اللي مش فاهم يفهم. نعم. ايه رايك في عقد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على يومين؟ نعم. عايز اعرف راي حضرتك. ومقرين؟ ومقرين. عشان يبقى الرد واضح. خلي بالك في ورقه النادي الاهلي في مدينه نصر مقر. نعم. بس انا مش عايز اعمل تفرقه ابدا لانهم عايزين دي حتى النهارده. لا، احنا كلنا واحد. في مقرين النادي الاهلي على فكره منتهى الوحده. بصراحه ان يبقى ليا مقرين وثلاثه وخمسه. ها، لاعضاء النادي الاهلي اللي هم واحد في النهايه. ليهم مقرين وثلاثه وخمسه وعشره، ولسه طالع لنا وطالع لنا فرع ثاني في التجمع الخامس، ولسه عندنا حاجات ثانيه. هنقول ايه على ده كله؟ يعني هنقول ايه على ده كله؟ هنقول بقى دول اهلاويه التجمع ودول اهلاويه زي لا كلنا واحد. في النهايه الاهلاويه اهلاويه. صح. يعني في النهايه الاهلاويه اهلاويه في التجمع، في الشيخ زايد، في الجزيره، في مدينه نصر، في النهايه الاهلاوي اهلاوي في كل مكان. هو صاحب سهم في هذا المكان. فلما يقول على مقرين، انا عايز اللي يقول انها مش قانونيه يشاور لي على نص ماده من القانون. يعني لما نيجي نقول القانون، ما انا ممكن لحضرتك ايه، الكوسه مضره. فانا اسف بقى، معلش، خلينا نتكلم بلغه ولاد البلد اللي انت حضرتك يا كابتن بتحبها جدا. الكوسه مضره. ماشي، ما تاكلوهاش. طب انت بتحب الكوسه، تقول لي طب تعرفت منين؟ اقول لك ده قانون. كدبني بقى، ما انا راجل متخصص بقول لك. كدبني. لكن الصح ان انت لما تيجي تقول لي ده قانون، تعال قول لي القانون الفلاني، اديني تفاصيل. فلما انا حتى لما اتقال لي انا في وسط إيه، لما اتقال لي المقرين واليومين والمقرين، انا بعت استشاره مكتوبه بتحمل مسؤوليتها للتاريخ، للمهندس محمود طاهر وللاستاذ عماد وحيد. ادي استشاره مكتوبه، انا عايز اللي يقول لي انها مش قانونيه يشاور لي على اني نص ماده في القانون. فاتبعت كلام حوالين نص الماده 4. طب يا جماعه، نص الماده 4 بتدي اللجنه الاولمبيه مع كل الاحترام ليها حقين. الحق الاولاني ان هي تصيغ لائحه استرشاديه للنوادي عند وضع الانظمه الاساسيه ليها. دي واحد. رقم واحد. هي الماده 4 ما قالتش غير كده. رقم 2، وضع النصاب القانوني اللي تنعقد به الجمعيات العموميه الخاصه لوضع النظام الاساسي. ملهاش شغله ثالثه. ماشي؟ طب مين اللي ليه حق الطعن؟ ده نص القانون على الجمعيه العموميه اللي ليه حق الطعن. القانون نفسه في الماده 20 محدد، قال لك للجهه الاداريه. ولذوي الشأن. أنا عارف أنت عاجبني فيها يا أستاذ إبراهيم. نعم. أنت عامل زي لعيب حريف مهاري. أنت دخلتني على طول المادة 4 بتاعتك، أنت قاعد بصصتها قلت لي 20 تقول و15 بتقول. لا، أنا بقول لحضرتك المادة 4 حددت اختصاصات اللجنة الأولمبية. في اختصاصين. ما لهمش تالت. واللي عنده تالت يقول لي عليه نتعلم، مفيش مشكلة. اللي عنده اختصاص تالت اللجنة الأولمبية غير دول يقول لي عليه. تمام. انا بقى بعملها في مقرين، بعملها في خمسه. طب ايه راي حضرتك ان القانون نفسه ما قالش تجتمع فين؟ طب في جمله، طب لو في جمله عايزين نقول اللي شكك في الاهلي عمل في مقرين مثلا. نعم. الجمله اللي حضرتك تقولها عشان توعي الناس اللي هي للمعترض. الصح ايه؟ الصح هو عارفه المعترض. خلي بال حضرتك نقطه مهمه قوي، المعترض عارف الصح. ماشي، بس هو الفكره ايه، انا عايز اختلف مع النادي الاهلي
عشان انا مش قادر ابقى نجم من نجوم النادي الاهلي او اظهر في فلك هذا الكوكب اللي اسمه النادي الاهلي. فاختلف مع النادي الاهلي، ما قدرتش اثر فيك ايجابا، انا اثر فيك سلبا وشلوت سيادتك دفعه للامام. يعني انت طلعت خسران من المعركه قدام النادي الاهلي فهو مكسب ليك. طيب بالنسبه لموقف النادي الاهلي القانوني سليم 100% ولا لا؟ عشان في البعض قال لك هي مش عارف هيحصل ايه ومين هيروح فين ومين هيمشي ومين موقف الاهلي في الموضوع ككل. نعم. سليم 100% ولا في مشكله؟ ما عندناش ادنى مشكله. ادنى مشكله توحد ربنا مش موجوده. الاجراءات من بدايتها لنهايتها بما فيها اجراءات التحضير للجمعيه لحد ما اعلنت النتيجه لحد ما انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي، انا عايز واحد يشاور لي على خطا واحد مخالف للقانون. اللي يقول لي خطا على مقرين يقول لي ليه، اللي يقول لي خطا على يومين يقول لي ليه، الا يحددوا لي بالظبط ايه الخطا في مجلس اداره. في مجلس اداره حب ان هو ييسر على اعضاء الجمعيه العموميه في مكان اوسع في وقت اكتر يتيح الفرصه لاكبر عدد ممكن، لانه مش هيعمل زي غيره. مش والنبي يا فلان انت هتيجي، طب انت ممكن تبقى تصوت لابوك واخوك غيره وحط جنبها ايه مليون 13 شرطه. ايوه 13 شرطه. وان كنت بتمنى يعني، انا على فكره في بخصوص الكابتن سمير كمونه وهو معاك على التليفون في المداخله ولي كل الاحترام والتقدير، انت بتقول هو زعلان من القناه، لا ده انا عايز اضيف، انا عايز اقول للكابتن سمير كمونه ولغيره ان المساله لو كانت بتضرب الاشخاص، عشان اكد بقى على وجهه نظر حضرتك بتضرب الاشخاص، ما كان ليله الجمعيه العموميه بالليل كان في اتنين مستضافين وعلى الهوا وموقفهم معروف ان هم ضد المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره اللي موجود ومن اعضاء الشيخ زايد، وهم يعلموا تماما ان اللائحه دي هتحرمهم الحق في ان هم يكونوا اعضاء عمليين، بس طالبوا يكونوا موجودين. وانا عرفت وتاكدت واتصلت معلش عشان اوضح عشان الناس بايه كل واحد بيفكر على مزاجه. انا سالت وعرفت ان طلبوا يكونوا موجودين واتكلموا في اللغه. وتفضل حضرتك اللي عايز تقوله تعالى. انت حضرتك قلت ان القناه بتاعت اعضاء الجمعيه العموميه طبعا، وبتاعت جمهور النادي الاهلي طبعا، وبتاعت كل اعضاء النادي الاهلي طبعا. فده انا باكد على دي بس ان المساله مش شخصنه ومش بتاعت حد ومفيش حد بيحط فانيلا عليها صوره حد. طيب من ضمن الحاجات يعني عايز اعرفها زي اهلاويه كتير عايزه تعرفها. نعم. احنا بنتكلم في قانون بنتكلم. نعم. اكيد حضرتك هتفيدنا بشكل كبير. اتفضل. وعايز عمق اكتر كمان من اللي حضرتك قلته. طب بعد اللي انت بتقوله والقانون معانا ومفيش اي حاجه فيها وجهه نظر اعتراض، ليه اللجنه الاولمبيه معترضه تماما على يومين للنادي الاهلي؟ الحقيقه هو خليني احكي لحضرتك واقع بس، ان هم بدايه من المخاطبه اللي بعتوها. ايه هي المخاطبه اللي بعتوها للنادي؟ وهم بيقولوا له ان لابد من انعقاد الجمعيه على يوم واحد، لان السبيل او الذريعه الوحيده اللي تزرعوا بيها ان كلمه اجتماع في اللغه مش في القانون بتعني ان الاجتماع يكون ليوم واحد. مفيش في حاجه اسمها اجتماع يوم واحد؟ ده احنا بنقول ان في مجلس مش عارف مين في حاله انعقاد دائم لحد ما يتم كذا. مجلس مش عارف يعني مين اللي قال ان الاجتماع ها معناه ان هو يوم واحد؟ عندي يعني معلومات ان النادي الاهلي وصل له خطاب اتقال فيه. صدقني حضرتك احنا ردينا عليهم بشكل لغوي كمان. احنا مش ردينا عليهم بشكل قانوني. رديت قلتوا ايه؟ احنا رد يعني مش ده مش تفسير لغوي لكلمه اجتماع. عارف منطق اللي ما لقوش في منطق ولاد البلد برضو اللي ما لقوش الورد عيب لو احمر فقالوا له احمر الخدين. اصل اجتماع معناها يوم واحد. معناها فين يوم واحد يعني؟ طب والقانون كان يعني كان بيعبث لو كان قال ان تجتمع الجمعيه العموميه في يوم واحد. تجتمع الجمعيه العموميه مره كل سنه في خلال الاربع اشهر التاليه للسنه الماليه. ما قاليش على يوم واحد، ما قاليش على يومين، ما قاليش في مقر، ما قاليش في مقرين، ما قاليش اي حاجه من الكلام ده، ما قاليش فين حتى. ده على فكره القانون بيديني حق ان انا اعقدها بره المقرات. يعني اروح اجر استاد القاهره واعمل فيه جمعيه عموميه. يعني فهمني حضرتك ما فيش في القانون ما يمنع. فجايبين الكلام منين؟ وواحد يطلع يقول لك والجمعيه العموميه بتاعت الاهلي غدا ومش عارف ايه ويا ابي ما اعرفش بقى هو بطله. لا ما انا هكلمك في ده بعد شويه، بس كمان عايز اتاكد من حاجه عشان عندي بعض المعلومات اللي ممكن النادي الاهلي ممكن في الكواليس ما اتكلمش فيها. نعم. وعايز اتاكد يا صاحبي، هل في البدايه خالص قبل اي حاجه والدنيا لسه في هدوء ومحدش عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، في خطاب بعد اللائحه الاسترشاديه راح النادي الاهلي او بلاش استرشاديه والنبي عشان بتستفزين اللائحه الملزمه للنادي الاهلي؟ نعم.
اتقال فيما معناه اللي انت حدد اللي انت عايزه، وفق اوضاعك وعلى لايحتك الخاصه وبتاع، وشوف اللي انت بعدها حسوا بالخطا من الكلام ده فبعتوا لك الجواب اللي هو على يوم واحد. في حاجه وصلت كده في الاول او في الكواليس حصل كلام كده؟ حصل كلام من النوع ده. ايه اللي حصل؟ حصل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بخطابات رسميه؟ بخطابات معاكم الخطاب بالشكل ده؟ معانا. طب وينفع يرجع في كلامه؟ ورجع في كلامه لما إيه اللي احكي لي دي والنبي عشان انا والله حد قال لي بس انا عايز اعرف من حضرتك. هو بعد انعقاد مجلس الاداره وتحديد موعد الجمعيه العموميه على يومين، واخترت اللجنه الاولمبيه بموعد انعقاد الجمعيه العموميه، راح جاي الرد بتاعهم اللي هو ان اجتماع معناها يوم واحد وبتاع حاجات كده، ده مخالف للقانون وبيهددونا بتطبيق نص الماده الثانيه من القانون اللي هي بتلزم ان الانديه بان هي توفق اوضاعها خلال الثلاث شهور والا تعتبر منحله بقوه القانون. والله انا قلتها حتى لعماد بيه وحيد واللي هو الشمس، قلت له يعني خليني انا هقول انا مش هوافق اوضاع، مش هعمل جمعيه عموميه خالص، افتراض جدل يعني. مين اللي يملك ان هو يطبق عليه نص الماده 2 ويعتبر ان الهيئه الرياضيه دي، ان النادي الرياضي ده منحل من تلقاء نفسه بقوه القانون؟ مين اللي يملك؟ مين؟ مش لابد حكم محكمه ما يقول لي قوه القانون؟ يبقى لابد ما هو الشيخ زايد معاهم حكم محكمه ومش عايزين، ما كانوش عايزين ينفذوه. لا المهندس محمود طاهر نفذه. هو اول جمعيه عموميه جت بعد ما حصلوا على الحكم في الشيخ زايد. يا كابتن في جزئيه انا عايز اوضحها لحضرتك. اتفضل. كانوا مدرجين في كشوف الجمعيه العموميه، وانا كنت بحضر جلسه في نفس الموضوع قدام المحكمه الاداريه العليا، وارد فيها تقرير هيئه مفوضي الدوله بيقول ان ما لهمش حق الحضور. لسه الحكم ما طلعش، تقرير هيئه مفوضي الدوله طالع بيقول لي الناس دي ما لهاش حق الحضور. والمفروض ان التقرير رايح المحكمه، ومع ذلك المهندس محمود طاهر قال لك ده يوقف تنفيذ الحكم. قلنا له لا، قال يدرجوا. يدرجوا. ده ببساطه شديده الفكره بتاعت مش اللجنه الاولمبيه بس. هو اللي يقدر يكسر النادي الاهلي هيبقى سهل عليه يكسر اي حد بعد كده. فيها كتر قيسة عضلات، لازم كله يبقى تحت ايدي. فكان نادي من البدايه من عند الكبير قوي. طب هستاذن حضرتك عشان اللي انا شرحته احنا اول مره نشوف بعض يا استاذ ابراهيم. ايوه. وعايز اتكلم في اهل القانون فريق العمل اقول من محامي النادي. نعم. رسلنا النادي عشان نتكلم، ما حصلش اي حوار. نعم. ولا مع اي حضرتك. نعم. انت قلت جملة دلوقتي عجبتني قوي. نعم. عايز الأهلاوية كلهم المعترضين علينا قبل اللي بيوافقوا لنا سواء في الجمعية العمومية أو بره الجمعية العمومية تقول لهم الجملة دي والنبي تاني وكاميرا حضرتك أهي. عايزين يعملوا إيه في النادي الأهلي يا أستاذ؟ لا هم لازم يفهموا إن النادي الأهلي بيواجه تحديات عصيبة. طبعًا يعني بقرار الجمعية العمومية إمبارح كان بمثابة لطمة على خد كل من يفكر إن هو يواجه النادي الأهلي. كانت لطمة. لكن النادي الاهلي طبعا بيواجه تحديات عصيبه. النادي الاهلي لما توصل للمساله ان هو يستهين بالنادي الاهلي يقول له انا هطبق عليك نص الماده 2 من القانون وتعتبر هيئه رياضيه منحله من تلقاء ذاتها بقوه القانون، انت تملك ايه في تطبيق القانون؟ انت القانون حدد لك اختصاصين ما لهمش تالت. ارجع تاني للكلام من الاول. لا انت تملك تحل ولا انت تملك تربط، انت ليك في النهايه خالص العقد جماعه عموميه مش عاجباك قدامك في سبيل الطعن القانون حدده لك. تطعن زيك زي اي من ذوي الشأن، زيك زي اي عضو من الاعضاء. اللي مش عاجبه. زيك زي اي واحد من الشارع له صفه ومصلحه في الطعن. بس انما هو ادى الحق في الاول للجهه الاداريه. الجهه الاداريه الممثله في مديريه الشباب والرياضه. فقط. مدير مديريه الشباب والرياضه. مش حد تاني. لا النادي لا الحقيقه يعني لابد من الانحناء احتراما قدام مجلس الاداره اللي تحمل كل ده. مجلس الاداره ورئيسه اللي تحملوا كل ده لابد من الانحناء قدامه. فعلا في الفتره اللي فاتت يعني. ما هو في خلينا نتبنى وجهه النظر الاخرى اللي اتقالت عشان نتكلم في كل حاجه. نعم. غلط مش في مصلحه النادي الاهلي على يومين. بندخل النادي الاهلي في متاهات. كل الحاجات و و و اللي من النوعيه دي من النوعيه اللي انا بحترمها برضو عشان لازم تحترم الراي والراي نعم. الاخر نعم. ما في البعض برضو قال كده اللي هو ما اللي انا قلته لحضرتك من شويه ولا يومين مش عارف غلط مش في مصلحه الاهلي مش عارف ايه كل التفاصيل السلبيه اللي انا مش عايز اتكلم فيها. ليه يعني عايز لما حد يقول لي على معلومه بلاش يومين يقول لي ليه؟ أنا عندي السبب اللي يخليها على يومين. إنما أنت اللي بتقول لي لا ما عندكش.
ما هو في النهايه احنا واحنا بنتناقش واحنا مختلفين، كل واحد فينا صاحب حجه. انا حجتي معلومه لدى الكفه ان انا عايز ايسر على اعضاء الجمعيه العموميه في متسع من الوقت ومتسع من المكان واقرب جهات التصويت للناس. مشروع جدا هذا الكلام. اي مجلس اداره في الدنيا ملوش شغله غير ان هو يعمل على راحه اعضائه طبعا، ولا ليه شغله ثانيه؟ مش هم اللي بيجيبوا، هم اللي بيمشوا، ولا ليه شغله ثانيه؟ اه طبعا، هم اصحاب السلطه، عايز يريح اللي جابوا اللي حطوه في المكان ده. صح، اللي حطوه في المكان ده بيريحهم. انا عندي اللي يبرر موقفي واللي انا بقول. اما انت لما تقول لي يومين غلط على النادي الاهلي اقول لك ليه؟ مش هلاقي. مقرين غلط على النادي الاهلي اقول لك ليه؟ مش هترد عليا. انا بكلم في شخص المعترض بقى، في شخص حضرتك مشكورا يعني. ها مش هلاقي ردود، فبالتالي هفضل انا لوحدي. فعشان كده برضو الردود ما بقتش ذات جدوى بقى خلاص. احنا النهارده فعلا في يوم فرح زي حضرتك ما بتقول، احنا بننتصر باراده جمعيه عموميه، ده فرح، وفرح تاريخي مش فرح عادي، محترمه، فرح تاريخي بقرار صادر من جمعيه عموميه ليها تاريخ عظيم. النادي اللي فيه جمعيه عموميه سحبت الثقه مرتين وجددت الثقه مرتين في تاريخي كمصري، يقول انا ومن هم ها. وفي النهايه يبقى النادي الاهلي، تروح اشخاص وتيجي اشخاص ويبقى النادي الاهلي. وده اللي انا عايز اقوله لكل الناس وللمخالفين واللي بيتلسنوا النهارده واللي مش لاقيين كلام يقولوه. فيبقى المهندس محمود طاهر ما هوش قانوني، لو كان قانوني زيي باللفظ كده في تسجيل صوتي، لو كان قانوني زيي ها كان عارف الغلط فين. طب ما تقول لنا ما هو مش قانوني زيي، اصل ده كلام، اصل ده كلام راجل عاطل. لا معلش خليني ارد. ما هو ما بيعملش اللي بيتعامل. الصوره فيها 45 واحد ويتقال لك بص الحاج ده عامل ازاي. ما احنا ما بنعملش كده عشان احنا الاهلي ولا ايه؟ ويا ريت بص الحاج ده عامل ازاي. وصندوقين في جمعيه عموميه قبل كده واعتمدها الوزير، فيها صندوقين، محطوط صندوق للي موافق وصندوق من اللي مش موافق. وكسوف الجمعيه العموميه تروح وقرار الجمعيه العموميه اعتمدها الوزير. بتفصلهم ليه؟ بتفصل ليه الموافق عن غير موافق ومش اعضاء؟ ولا انت رئيس الموافقين بس؟ يعني انت رئيس الموافقين بس وفي انهي قانون؟ انهي قانون عملت بيه الجمعيه بتاعت الموافقين والغير موافقين؟ لا 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 لا، الناس فعلا محتاجه. وعشان كده انا والله بتمنى، انا شخصيا اصبحت بعد الكلام، بعد ما يقال، لان على فكره انا لما بتكلم بحرقه الاهلاويه اللي في الشوارع واللي على القهاوي واللي في بيوتهم واللي كانوا فاتحين قناه الاهلي على مدار ال 48 ساعه بيتابعوا، العدد وصل كام؟ بقينا قد ايه؟ صح، دول اللي انا معني بيهم قبل اي حد. وعشان كده انا نفسي حقيقي نفسي اكشفهم بامانه، نفسي اكشف المعارضين او اللي اعترضوا على عقد جمعيه العموميه للاهلي، يجوا في مناظره سواء هنا او في اي حته، وإن لها مفيش حج. ما انا بقول لحضرتك، اقول لك على حاجه، ممكن ارفع ايدي مع حضرتك. احنا حضرتك تمثل النادي الاهلي كمحامي النادي الاهلي، وشرف ليا، شرف ليا. وانا بعيد بقى، مش هتكلم كوره، احنا دلوقتي في شغل. انا مذيع في قناه النادي الاهلي، ارفع ايدي مع حضرتك مناظره مع اي حد يتكلم معايا في تفاصيل تخص النادي الاهلي. انا حضرتك قانوني وانا غير قانوني، يقعد معايا مناظره في اي حاجه عشان الجماهير تبقى عارفه. واحنا هنقول لهم احنا اهو ادي القانون، وادي اللائحه، وادي قرار الجمعيه العموميه. ادي القانون، وادي اللائحه، وادي قرار الجمعيه العموميه. ويلا اللي معاه ورق زينا ضد هذا الورق يجي لنا ويقول لنا. يا اللي ما لقيتش حاجه النهارده في نفس التسجيل الصوتي، في نفس التسجيل الصوتي هو تقصد مين؟ بصراحه اقصد رئيس نادي الزمالك. مال قال حاجه على الاهلي النهارده؟ طبعا قال ايه؟ بس المهندس محمود طاهر مش قانوني زيي، ولو كان قانوني زي ما كانتش الجمعيه. احنا ما بنعرفش نتصرف في الشغل اللي مش مظبوط، احنا شغلنا كله على ميه بيضاء. احترمه، اقدره، وخليني اقول لك في الكواليس، يقول لك اول مره هقولها على شاشه النادي الاهلي للناس، للبعض اللي بيقول لي انت بطلت اولا انا بحترم الناس كلها، لان اتعلمنا كده، الاكبر منك حتى لما يطلع حاجات خارجه عن النص عليك اللي انت تحترمه. عملنا كده وردينا باخلاقياتنا، اتحاربنا شهر واثنين وثلاثه واربعه، وبقوه جماهير النادي الاهلي استمرينا. انا لسه عارف الموضوع ده دلوقتي. حصل اتصال من المستشار مرتضى منصور لبعض الحاجات اللي حصلت قبل كده، والراجل قدم اعتذار لبيتي ولنفسي، فبعدها خلص الكلام. يا جماهير الاهلي، يا اللي انتوا بتقولوا ما بتردش ليه؟ البعض منها حصل اعتذار فخلاص، لكن انا عند النادي الاهلي ببقى شخص تاني او حد تاني
لأهلويتي وحبي وعشقي للنادي الأهلي، فما بقبلش أي جملة ولا على جماهير ولا على رئيس نادي ولا على جهاز فني ولا أي حاجة، لأن أنا اتعلمت كده، الأهلي علمني كده. فمن هنا أنا شرحت لكم ليه ما كناش بنتكلم دلوقتي وأول مرة أتكلم في قناة النادي الأهلي. لما تقدم لك اعتذار المفروض تعمل إيه؟ خلاص نقطة من أول السطر، والكبير يبقى ليه احترام. نعم. صح ولا إيه؟ بس أنا واجبي يا كابتن. لكن لما يقول بقى رئيس النادي الأهلي كده مش راجل قانون، لو خلي بالك وده فكر رجاء عطيه مجرد. ايوه لا الاسم مجرد، لا مجرد يعني. رجاء عطيه قيمه وقامه حرجه. بس عايز اقول لك على حاجه، انا بحاول اتمالك اعصابي، لان انا من نوع لما بقى عندي معلومه قويه وشايلها في جيبي في الكلام زي ده يخليني اخرجها. ما هو في الكواليس كواليس مع اللجنه الاولمبيه، وفي الكواليس كواليس مع وزاره الشباب والرياضه، وخلونا ساكتين. أيوة. يا جماهير الاهلي صدقونا، في الكواليس في حاجات على ناديكو انت مش هتكلم برضو فيها احتراما للنادي الاهلي، واللي انا مش قادر اقول، مش هقول لك. فاضل لي حاجه واحده بس عايز ارد فيها في نفس التسجيل الصوتي. انا ليس اعلان صوتا اقوانا حجه، ابدا ابدا ليس اعلان صوتا. واحنا على فكره ما بنخافش من الصوت العالي، ما بترهبناش المساله دي خالص. طبعا يا فندم، انا الاهلي اخاف من مين؟ الناس كلها تخاف مني، انا اخاف من مين ان شاء الله؟ النهارده في التسجيل الصوتي لما يقول لي ان النادي الاهلي جوه اللائحه اللي بيصوتوا عليها بيقر ان مقره في الجزيره. ولا تقربوا الصلاه. ولا تقربوا الصلاه. نص الماده بيقول مقر الرئيسي في الجزيره، وله مقر ثان. وله مقر ثان مدينه نصر وفرع ب 6 اكتوبر مدينه الشيخ زايد. ماده 4 من اللائحه اللي الناس صوتت عليها. ليه؟ قال في الاول مقره الجزيره. شاء محدد عنوان النادي الاهلي في الجزيره. ماشي؟ طب ما تكمل بقى. كمل بقيه نص الماده. لا ولا تقربوا الصلاه، كده مش هنصلي. ما نص بقيه نص الماده بيقول ايه؟ وله مقر ثان في مدينه نصر وفرع. ما جابش طبعا سيره التجمع الخامس، لان لسه ما اعتمدش فرع من الجهه. معاك جوابات بالكلام ده اساسا. ومعاك جوابات. وده على فكره، على فكره ده كلام موجود على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي موجود يعني اللي عايز يخش عليه يخش يعني. ويرجع للائحه. ويفاضل جمهور النادي الاهلي كله الناس اصحاب نظر واصحاب فطنه، يفاضل ويناظر. طيب. يقرا اللائحه في الماده 4 بتقول ايه، ويسمع التسجيل الصوتي اللي اتقال من رئيس نادي الزمالك النهارده بيقول ايه. يا فندم خارج من الوزاره 73 مليون جنيه بتتكلموا فيها يا جماعه؟ الواحد مش عايز يتكلم. أيوة. والله لو جاء بيا الامر لا اتكلم. انا قلت لكم مش باقي على حاجه، اللي بيدينا حاجه ياخدها ايا كان هو مين، ايا كان هو مين. لو اضطريت اتكلم في امور صعبه جدا واقلب الترابيزه والكل بقى الناس العقاب الجماهير وجمال العموميات هي اللي بتحاسب، فانا مش عايز اتكلم في تفاصيل التفاصيل بالمستندات، والله بالمستندات. لكن ساكت وبتحمل الصعب اللي بشوف من ناس عشره عمر وناس كان تنحنيلك احتراما بقت تتطاول. بنقول مش مشكله عشان خاطر الاهلي نستحمل، وهو ده العمل العام. لكن لو الواحد خرج اللي معاه يخص اللي حاجات امور داخل النادي الاهلي او امور في الوزاره بتحصل، احترم سياده الوزير جدا جدا، لكن اللي يجي على الاهلي لا انا اسف. فمن هنا خليني اسالك سؤال يعني هيريح ناس كتير، وانا عايز اعرف. نعم. ابتدت الجمعيه العموميه؟ نعم. لسه ما ابتدتش يعني؟ ليه اخذنا قرار يوم الجمعه يا جماعه يوم 25 في مدينه نصر؟ خلاص. بالمناسبه الناس جت مدينه من الجزيره، مش عايز افرق يا ناس، اهلاويه جم من الجزيره واهلاويه جم من الشيخ زايد، راحوا على حبا وعشقا في النادي الاهلي، مش عشان حد، مش عشان انتخابات. والله من السؤال هنا تصحى من النوم الصبح على مدار اسبوع كامل دعوات، ناس اكلوا عيش من القناه دعوات باللي هي مش هتحضر، ناس لعبوا في النادي الاهلي دعوات ما تحضروش، صحف قوميه البعض منها ما تحضروش. ده انا بسال حضرتك ولسه شغال، لسه الناس هتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم هتروح تاني يوم. نعم. ده معناه ايه؟ المعنى الحقيقي له المعنى الحقيقي له بان في سلوك الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. هم اللي ردوا بما يغني عن ردي ورد سيادتك. ماشي؟ لا لن تنالوا من هذا الصرح. لن تنالوا من هذا الصرح. كلكم مقاربكم معلومه. كلكم مقاربكم معلومه. يا اللي عايز مهندس محمود طاهر يرد عليك، مش هيرد. ده بيقول لك رد وبيتكلم وبيهاجم، يعني بص البجاحه، ما اقدرش اقول غير كده.
يقول لك اتقال من الاهلي وقناته وهاجموا الرموز وبعد كده رئيس النادي هاجم. قلت لهم هاتوا فيديو واحد هنا جاء سيره رمز او نجم او اهلنا اي حد اتكلمنا بمنتهى الواقعيه والموضوعيه وقلنا بمنتهى الاحترام. ما فيش تصريح يعني هم يقولوا ويبنوا فكره وعايزينك ترد على الفكره اللي هي كذب اساسا. ما انا بقول لحضرتك انت عايز المهندس محمد طاهر يرد عليك مش هيرد. انت عايز الاستاذ عماد وحيد يرد عليك مش هيرد. عايز الاستاذ كامل زياد يرد عليك محدش هيرد مش هيردوا عليك بالقانون. هم عندهم مهمه اكبر من ان هم يردوا عليك. في عندهم مهمه اخرى الحفاظ على هذا الصرح، الحفاظ على القلعه الحمراء. هم مش راضيين لك. محدش هيرد عليك، اعمل اللي انت عايزه. ببساطه يعني. هو ليه؟ بس انا لما غيرت من الكلام انا غيرت كاهلاوي. مش كمحامي النادي الاهلي خالص، لا يعني انا كاهلاوي غيرت من الكلام بس. ما هو خلي بالك، خليني اكلمك بصراحه بقى، خلي بالك اصل انت ايه ما تعرفش الشخصيه اللي قاعده قدام. في حد راح الحج ربنا يغفر له يا رب يا رب، فما خلاص ما فيش حاجه ما هنروح نمسك حاجه ثانيه نحاول نجيب حد ثاني يبتدي يعد لنا القصه ويزيد فيها. بيه انا عايش في الدوله دي وحافظها والامور استثنائيه وهبت الدوله، اول ما تتكلم في جد يدخلك في قصص ثانيه خالص. ليه لما باجي اخاطب النادي الاهلي اقول لجمهور الاهلي عشان في الكواليس ليه لما باجي اخاطب النادي الاهلي عن طريق المواقع والصحف او الاعلام ما بخاطبش النادي الاهلي ولا بمستند ولا بورق؟ ده كلام، ده كلام. ليه ده الكلام ده مش موجود؟ الحجه الضعيفه الحجه الضعيفه بيواجهها الحجه القويه بالمستند ببساطة شديدة. حجة واحد هو الفكرة بس ده يعني ما في واحد يبقى خلي واحد راجل محترم قوي ماشي في الشارع فيشتمه والراجل ما عملوش حاجة. طب أنت عامل بتشتمه ليه؟ هو عايز يروح يقعد في وسط العيال التانيين الصيع ويقول لهم شفتوا لما شتمتوا فلان؟ هو عايز يحكي الحدوتة دي بس. مجرد إن هو يذكر اسمه جنب اسم فلان المحترم. هو مش عارف يمشي جنب فلان المحترم، مش عارف يبقى زي فلان المحترم فاشتم. طيب جالكوا اي؟ انا مش عايز اتكلم في بعض لان انا مش من حقي بعد ده بتاع ربنا. لا انا فاهم، بس عشان اوضح للناس عشان انا باخد لحضرتك لمناطق معينه عشان حضرتك تشرح للناس. بعد اكيد مش هقوله حفاظا على نادية ولا وانا عندي معلومه طبيعي لا انا ما اعرفش حاجه بس حتى لو عندي مش هقول لان لازم تبقى صاحي طول الوقت للناس دي. لكن انا عايز اكلمك في نقطه. خلصت الجماعه العموميه وسبت المستشار قال الكلام اللي احنا سمعناه من شويه 14975 حضروا الاصوات الصحيحه كذا، الاصوات الباطله كذا، والرقم خلاص واعتماد الجمعيه العموميه او اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي اعتمادها المعمول بها من تاريخ ال لقيت على طول موقع ايال مضروب ورقه منه اللي هو بيقول لك مناديل والناس عارفه واللي عايز يعرف يدخل على الفيسبوك بقى عندي ما دام انتوا بتتابعوا وبتصوروا المسلمين في العسل. انا مش هقول على الهوا الموقع المضروب اللي كان في واحد عامل كام واحد عامل نفسه بينتمي للنادي الاهلي قال لك على طول. جالكوا ورق بس من اللجنه الاولمبيه او خطاب بعد الجمعيه ولا ما جاش؟ خطاب من فين يا فندم؟ اللجنه الاولمبيه. بعد سياده المستشار ما قال اللي خلاص والجمعيه العموميه حضر كذا واللائحه الاساسيه انا اعتمدت. جالكوا خطاب؟ هو 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 المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه له كل الشكر والتقدير لشخصه يعني. قيل على لسانه واحنا مش متاكدين. يعني ايه قيل على لسانه؟ ما هو الراجل لا اكد ولا نفى. اتصل بحد في الاهلي؟ اطلاقا. بعت فاكس؟ اطلاقا. بعت جواب؟ في تصريح صحفي قيل ان هو بيان صحفي. ما انا مش هصدق على لسان المهندس هشام حطب واحنا لحد دلوقتي مش مصدقين ان ما جالناش حاجه رسميه. عدم اعتماد الجمعيه العموميه؟ عدم اعتماد الجمعيه العموميه للجمعيه العموميه للنادي الاهلي باطله. وانا اربأ بالمهندس هشام حطب ان يحط نفسه في هذا المأزق. حيث ان اللجنه الاولمبيه بكامل اعضائها كل الاحترام ليهم ليس من حقهم اعلان بطلان جمعيه عموميه النادي الاهلي. هتعمل ايه في ال 15000؟ ليس من حق احد الا مركز تسويه منازعات التحكيم في اللجنه الاولمبيه اللي هو رئيسها ونتكلم بقى فيها بعدين. اللي هو رئيسها يعني اسمعوا يا جماهير النادي الاهلي في 2017 وبنقول الدول الكبيره بتبني نفسها بالقانون وانا قلت لكم كده وساكت ومش عايز اتكلم. فاكرين في حلقه من الحلقات قلت لحضراتكم النهارده انا بختصم اللجنه الاولمبيه لان هي ما تقدرش تقول زي ما الاستاذ المحامي الاستاذ ابراهيم فكري المحترم بيقول عاملين اللجنه اللي انت تختصم فيها لمين رئيسها؟ الاستاذ هشام حاتم. ما فيها اعضاء ما هو هيوجه الاعضاء. احنا بنضحك على مين يا جماعه؟ يعني صح ولا انا بتكلم غلط؟ لا يعني الفكره هو ده الطريق اللي رسم القانون للطعن. وما ده
سمعت الكلام اللي اتقال في ثلاث حلول؟ عشان كده انا وصل لك الكلام. النقطه دي مهمه جدا يا كابتن بعد اذنك فضل. عشان كده اصل اللجنه الاولمبيه اعلنت بطلان الجمعيه العموميه. لا ده انا هنا برضو بخاطب جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا نواب عنهم. ليس من حق احد اعلان بطلان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. طب افرض اعلن كلها هتتحمل المسؤوليه. لا مش افرض اعلنه هعتبرها وجهه نظر شخصيه. يعني يوم هيعلنوا يعني لما اتقال لي امبارح المهندس هشام حطب اعلن كده قلت له وجهه نظر الشخصيه ويناقش فيها. يعني وجهه نظر الشخصيه ويناقش فيها. انما انا عشان اعتبر ان ده قرار اكيد لا. النادي الاهلي تهدد باي جهات سياديه؟ اكيد لا. اكيد لا. قولا واحدا اكيد لا. النادي الاهلي بيحترم القانون ووجود اعضاء الشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية اكبر دليل. لان عنوان الدولة المتقدمة عنوان الدولة المتقدمة هي مدى احترامها للقانون. اذا كنا عايزين نروح دولة متقدمة بحد يقول حضرتك يا كابتن هو انا بقيس تقدم الدولة بمدى احترامها للقانون. دي حقيقة. بقول لحضرتك او المهندس محمود طاهر كلمة ونص واحنا قاعدين يا جماعة اللي انتوا اللي حصل ده طب تقرير هيئة مفوضي الدولة يوقف تنفيذ حكم اول درجة اللي طالع لصالحهم قالوا لا. منتهى الصراحة لا ادرجوه كمان. فليكن القانون ولا يذهب العالم للجحيم. والنبي الجمل الجميله في جمل كده من ضيوفه بيجي يقول لها حبا وعشقا في الاهلي بحب اسمعها. دي نقطه قانونيه جمله قانونيه احب اسمعها تاني. فعلا ما انا بقول لحضرتك ده كان كلام المهندس محمود طه. يا جماعه حكم اول درجه تقرير هيئه مفوض الدوله يوقف تنفيذه قلنا له لا ما يوقفش تنفيذه لازم المحكمه الاداريه العليا هي اللي تحكم بوقف تنفيذ الحكم. قال لنا ان الحكم ما زال ساري يدرجوا في الجمعيه العموميه. هو عارف مدى خطوره ادراجهم. إذا كانت حزبة انتخابية بقى زي هما ما بيقولوا إذا كان المهندس محمود طاهر عاملها حزبة انتخابية زي هما بيقولوا هو عارف مدى خطورة لا طب ده أنت عندك تكئة تقدر تتكئ عليها يا باشمهندس ها في 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 الموقف إن والله الطعن بتاعهم ما زال متداول قدام المحكمة الإدارية العليا مش ده كان ممكن يتقال يا كابتن صح ده لسه القضية متداولة قدام المحكمة الإدارية العليا إنما لا أنا بسألكم كقانونيين الكلام ده والكلام كان قدام طارق العصر لكل الشكر هذا الجندي المقاتل يعني مدير الشؤون القانونيه في النادي الاهلي هذا الجندي المقاتل كان الكلام معاه برضه في نفس الاتجاه يوقف التنفيذ قال له لا حضرتك محمود بيه ما يوقفش التنفيذ سالني ما يوقفش التنفيذ لتقرير هيئه المفوضين مش اكتر من تقرير استشاري ها يروي للمحكمه الاداريه العليا مش هيوقف التنفيذ غير حكم المحكمه الاداريه العليا قال له ادرجوا الكلام ده الجمعيه شغاله يعني الجمعيه هتشتغل بعد بكره واخد بالك ده كلام يعني الجمعيه هتشتغل بعد بكره في اكتر من كده احترام للقانون ايه وفي الاخر يتقال اصل دي معموله انتخابات ومش انتخابات حد يقول لي صوره مين اللي اترفعت ممكن اقول لحضرتك على حاجه هكلمك وحضرتك راجل قانون وتمثل النادي الاهلي وانت قاعد على الشاشه شرف ليا شرف ليا واحنا كمان بنتشرف بوجود حضرتك ربنا يبارك في نقطه مهمه جدا اتكلم فيها النهارده فضل. فكره اللي هنفضل عايشين عليها لسنين طويله خلاص الواضح ان احنا دي ازمه نفسيه بالونة الاختبار نعم في البداية الأهلي يعمل لائحته ويقول لك إقصاء إقصاء في اللائحة نعم وبعد كده تقسيم النادي الأهلي بكل فروع بعد كده نخرج من دي نوضح ونقول والله ما فيش وهتشوفوا على عهدنا مش هنسمح بالكلام ده بعد كده فكرة بالونة مش هنعتمد الجمعية العمومية باطلة باطل واحد تاني صحفي كان بيدافع هنا عن النادي الأهلي في يوم من الأيام مش موجود في القناة كان الأهلي زي الفل وحلو نعم بدون ذكر اسماء المره لليون لكن لما احب اقلب كرسي في الكلوب كله يقول لك جواز عتريسه من فؤاد باطل ينفع انا بحسبها بتاع الدستور هل, هل, هل الاهلي الكبير اللي كلنا بنحترمه والاهلي بيحترم الناس قبل اي حاجه توصل بينا هو الاهلي بقى اهل اللي باحترامه للناس واحترام الناس له هو عنصر الاحترام المتبادل ما بين النادي الاهلي وجماهيره بدونهم كان بقى النادي الاهلي وده اللي بيفتقدها الكتير ودي اللي بيفتقدوا الكتير بالونة الاختبارات دي كتير قوي اللي مرتوا بيها وعشان كده كل اتعاملتوا معاها ازاي كل حاقد يلا مرقص عضلاتي على النادي الاهلي والله النجاح مخططي في مواجهه النادي الاهلي يبقى ما اسهل ان هو يمر على الكل طب ان افشل مخططي والحمد لله افشل الحمد لله افشل المخطط يبقى هقف مكاني اتعاملتوا ازاي مع يوم اتنين تلاتة برضو مرة تانية كل يوم بالونة اختبار شكل وبتضرب في أساس النادي الأهلي وبتضرب في ولاد النادي الأهلي مع بعض وبتعمل فتنة ما بين النادي الأهلي وبين ولاده تعاملتوا ازاي مع الكلام ده لأن دي حاجات لازم توضح بسرعة
والله بص هقول لحضرتك على حاجه. احنا ترفعنا عن الرد في حاجات كتير قوي يعني ترفعنا عن الرد في حاجات كتير قوي قوي قوي، بس كان في حاجات بتستثير غيرتك بقى بصرف النظر عن كون حضرتك مذيع في القناه او انا محامي النادي او المساله بتخرج بره الاطار ده، تلاقي نفسك بتتصدى لها غصب عنك كاهلاوي بقى انت مش الموضوع بره 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 الاطر دي كلها. فلازم ارد يعني. فلما يجي لك صحفي مثلا في الدستور، انت عرفنا ان انت كل شويه بتكتب ماشي الملك الفلاني عاش الملك، طب الملك العلاني مات الملك وبتاع كده، مالك انت ومال جلبيه صالح سليه بعنوان عريض رحمه الله عليه طبعا الاسطوره الكبير المرحوم كابتن صالح سليم. جلبيه صالح سليم كبير عليك يا محمود يا طاهر. ايه يا عم؟ ده مش فرح العمده، انت داخل تسقف. حاسب يا عم ارجع انت مكانك. خليني اقول لحضرتك لو انت ما تعرفش اسالونا واستعينوا بينا واحنا نقول لك الحقيقه. يا فندم انت قلت مات الملك عاش الملك، اللي كتب الخبر دوت في المركز الاعلامي نادي الزمالك شغال فما يقدرش يعمل غير كده. اسالني وانا اقول هقول لحضرتك على جزئيه ثانيه على الهوا اهو. انا كنت رايح ندوه في جريده الدستور، جالي كنت تعبان جدا فجالي الجريده دي وشفتها وهي مكتوب كده، قلت له اعتذر عن عدم الحضور اللي انا شفت حاجه لا تليق بالنادي الاهلي، النادي الاهلي برموزه اللي يحترمهم انا احترمهم، انا اسف مش هقدر اجي الندوه والكلام ده انا شفته وبقوله قدامك. انا ما اعرفش لحضرتك جاي تتكلم في حاجه زي كده بس ده جاب عرضا والله، ده انا بفتكر انا بقول لحضرتك هو مين رئيس المركز الاعلامي في نادي الزمالك اللي انا بحترمه هو اللي كتب كده، فعايزه هيكتب ايه؟ انا بتذكر بحضرتك عرضا الكلام اللي ترفعنا عن الرد عليه مع اننا كنا نملك الرد. نملك الرد اللي يعني اللي ابسط رد فيه ان احنا لو كان قابل واحد فينا وبص له كان لحمه وشه يسقط. لحمه وشه يسقط. لكن ترفعنا عن الرد. وما اكثر من هذه الصغائر يعني. احنا كبار لان النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. كبار قوي قوي. النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. بتشوف حاسس اول ما قلت لك كده حسيت في عينك الغضب. حسيت في عينك اللي انت شفت حاجات كتير مش عاجباك. من دي يعني انا ذكرت مثل منها والله. انا ذكرت مثل منها. مش اكتر يعني. وكل ما نتكلم في شأن عام يخص النادي الاهلي ياخدوك لدائرة الشخصنة. يجروك لدائرة الانتخابات. يا جماعة ده لسه جالكوا احباط لوقت ما؟ خالص الحمد لله. الحمد لله. ما صابش حد فينا احباط. طول ما احنا مؤمنين بالله عز وجل وبعقيدتنا وبحبنا للنادي الاهلي واهلاويتنا ما صبناش الاحباط ابدا، وكنا واثقين من انتصارنا. كنا واثقين من انتصارنا، مفيش كلام. مجلس اداره برئيسه مقاتلين، جهاز اداري برئيسه مقاتلين، شؤون قانونيه بالكامل داخل النادي مقاتلين. يعني المهندس محمود طاهر غالبا نال ما يتمناه قائد. جالكم احباط بعد اعلامي بيطلع لك يظهر على الشاشه مخصوص ويقول لك كانوا متوقعين 50,000 كانوا متوقعين 40,000 فجاء 4 ده لا 8 واحنا ما كناش كلنا ده اللي موجودين مش عارفين لان ما فيش فرز فكله بيتوقع لان الفرز هيبقى تاني يوم. ما دي اكيد يبقى عندك تخيل او رؤيه للناس اللي حضرت عاملين حصر بيها، كنت تتصور كام العدد؟ لان احيانا سمعنا 10 وشويه 9 وشويه 8 واتقال بالكواليس على حسب الاعلام اللي حاول يصدر لنا الاحباط وقال لك 50,000 عشان يحبط الناس تاني يوم. برضه في احباط ولا الاهلي ما بيحبطش مكمل في طريق؟ اللي كان يشوف كبار السن وهم داخلين حرضنا الصوره والله يتوكأوا على عكازهم مسنودين من الناحيه دي من الناحيه دي عشان يحطوا صوته لوضع دستوره وضع دستور النادي الاهلي. ها كان يعرف ان جمهور النادي الاهلي وجمعيته العموميه ما بيحبطوش. ما بيحبطوش ابدا. الحقيقه هو العدد ما هوش صغير يا كابتن، ما كانش يعني العدد ما هوش صغير، ده هم اصلا النصاب اللي محطوط لنا 12 ونص كان نصاب تعجيزي. يا فندم ده اكبر انتخابات في تاريخ الاهلي جه فيها 17 عوامل 14. عوامل الحر انتخابات مش جمعيه. عوامل الحر مع الصيام الحج. مع الصيام موسم الحج. مع موسم الحج مع الضجه الاعلاميه بطله 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 والناس قاعده في البيوت دي لوحدها ما تنزلش حد من البيت ما تنزلش حد ابدا. انا ايه اللي يتعبني في جمعيه عموميه بطله؟ ماشي كل التحديات دي ومع ذلك يجي لك العدد ده؟ لا لا خاف على نفسك من الحسد. عايز اكلمك خاف على نفسك كنادي اهلي من الحسد. عايز اخرج شويه كده قبل سؤالنا الاخير، اخرج شويه وانت حضرتك بتتكلم عايز مش هلعب سياسه. نعم انا برنامجي ولا دين ولا سياسه انا رياضه فقط. لكن حاجات سمعتها في السياسه كتير في نقط مهمة جدا
وتتمثل في الوضع الحالي داخل النادي الاهلي. نعم. نتكلم على توسيع قاعده المشاركه والديمقراطيه والكل لازم يشارك والجمعيات العموميه هي اللي تجيب وازاي نحط لوائحنا وحاجه عشان هم يدخلوا بكثافه عشان يجيبوا بدل ما الناس ممنوعه. لما رحنا على المستوى الرئاسي اتعمل يوم واثنين وثلاثه. نعم. ومقرات كتيره رحنا لمجلس الشعب ويوم واثنين وثلاثه وده قرار محترم عشان توسيع القاعده. اجي عند الاهلي اللي هو انا اسف منحاز قوي ممكن الناس تزعل مني لكن دوله جوه دوله من 60 مليون مع عاشق للاهلي. نعم. واجي عنده اقول له يوم و12000 وفي الحته دي ولو ما عملتش هنا انا بقى الخرزانه واقف هتسمع الكلام ولا في وقت صعب زي ما انت بتقول. كل التحديات دي كانت قدام عينين الناس. طب ما الدوله عملت كده يعني في انتخابات الرئاسه وده قرار محترم. والله 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 يا كابتن لو شفت حضرتك الراجل امبارح وعضو جماعه عموميه محترم لكل تاني الحقيقه ما اعرفش اسمه عشان اذكر اسمه يعني لكن انا اهلني المنظر واحنا خارجين من الصاله المغطاه وهو بياخد الاستاذ عماد وحيد في حضنه ودموعه منهمره. يا فندم انا كنت واقف مع سيده والله قالت لي ما تقولش اسمي عشان بنتي لسه متوفيه وما يقولوش اللي انا بزايد في اكتر من كده. منهاره من العياط وحاطه صوره بنتها على صدرها كده في دايره. داخل هي عضوه داخل النادي. ومش قادر اقول لك فرحتها عامله ازاي بتقول استغفر الله العظيم يا رب ما فيش حد يعوض الابن ابدا. طبعا انا النهارده اتعوضت عن بنتي اللي ماتت فما قدرتش خلاص مشيت لان حسيت اللي هيحصل انهيار شويه من فرحتها وبتفتكر ابنها بنتها في نفس الوقت فمع زوج وزوجه جاي من مدينه نصر انا مش عايز اقول مدينه نصر والجزيره بيحاولوا يوقعونا في كلها ما دي بيوتنا نقول زي ما احنا عايزين ما دي بيوت الاهلاويه يعني مش دي بيوت الجماعه العموميه مش دي بيوت اعضاء النادي ما هو ده ما هي بيوتنا يا كابتن قال لك فرقوا مدينه نصر ومدينه نصر والتجمع هو يقول زي ما هو عايز يقول اللي بيفرق ويقسم اللي بيطلع من بوابه النادي الاهلي يشتم في النادي الاهلي ده اللي بيفرق صح احنا ما بنفرقش احنا النادي الاهلي في مدينه نصر وفي الجزيره وفي الشيخ زايد وفي التجمع كلها بيوتنا دي بيوتنا هو يقول اللي عايز يقوله مش عايزك تدخلني في تفاصيل في اللي جاي لكن طمني وطمن جمهور الاهلي وطمن اعضاء الجمعيه اللي جاي اعضاء الجمعيه العموميه يطمئنوا وكل جماهير النادي الاهلي في مصر من اقصاها لاقصاها وفي افريقيا والوطن العربي يطمئنوا تماما للمرحله اللي جايه النادي الاهلي الاهلي حديد الاهلي حديد والاهلي فوق الجميع شعار تحقق بمنتهى التجلي امبارح واول امبارح في منتهى التجلي الاهلي فوق الجميع يا اللي عايز تتعلم تعالى تعالى اعرف وتعلم ازاي يكون الانتماء ازاي يكون الانتماء يا بتاع الشمع الاحمر على دكان المزين انا شفت النهارده في الحلقه رياكشنات غضب وعندما نقول جماعه عموميه شفت فخر وعزه وكرامه وشفت عند ناس بتحاول تمس بالنادي الاهلي انتفاضه شفت رياكشنات حضرتك الكتير جدا في الحلقه النهارده هختم زي ما بختم مع ضيوفي كاميرا حضرتك اهي اتكلم اللي عايز تقوله اللي حضرتك مجهزه بعد ما اسالك السؤال حضرتك جوه بيتنا الكبير قوي النادي الاهلي هتقول ايه اتفضل بخير قوي 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 طول ما هو بيضم بين طياته هؤلاء المقاتلين النادي الاهلي بخير النادي الاهلي بخير النادي الاهلي بخير النادي الاهلي لن توقف مسيرته كل هذه المهاترات الكل يعلم من وراء هذه المهاترات الكل يعلم مصير النادي الاهلي الى اين دايما الى الاعلى ان شاء الله. انا عايز في النهايه اتوجه بالشكر لمجلس اداره النادي الاهلي مجلس ورئيس على المجهود المضني والشاق اللي بذلوه في صمت في صمت عايز اتوجه بالشكر لاعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا سفراء ونواب عن 60 مليون مصري في مصر من اقصاها لاقصاها عبروا عما يجيش بداخلهم جميعا بتصويتهم في الجمعيه العموميه عايز اشكر اللي حضروا وقالوا لا للجمعيه العموميه عشان انتوا اللي ضربتوا مثل واروع مثل على الاعمال الديمقراطيه داخل القلعه الحمراء، انا عايز ما يفوتنيش الشكر الكبير جدا 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 للساده المستشارين الاجلاء اعضاء هيئه النيابه الاداريه ها يعني بما فيهم وعلى راسهم رئيس اللجنه العامه وكل الساده اعضاء هيئه النيابه الاداريه اللي كانوا موجودين واللي شرفونا بوجودهم على صناديق النادي الاهلي والحفاظ على اصوات اعضاء الجمعيه العموميه اللي جم علشان يوضعوا دستورهم بشكرهم جميعا. استاذ ابراهيم فكري محامي النادي الاهلي
اتشرفت بالحوار معاك. شرف ليا كابتن والله، شرف ليا والله، انا سعيد جدا بوجود معاك. مش هتكلم على الاساس بتاعك اللي انت محامي النادي الاهلي، انا هتكلم افتخر ان انا قاعد جنب واحد اهلاوي بلغه الشارع زي ما حضرتك اتكلمنا ان احنا دي لغتنا النهارده، قاعد جنب اهلاوي جدع بيخاف على النادي الاهلي. ببارك لك يا كابتن، ببارك لك، ببارك لك بشكل شخصي، وببارك لكل العاملين في القناه، وببارك للجميع على الانتصار التاريخي اللي حققته اعضاء جمعيه الامويه للنادي الاهلي. شرفتني ونورتني يا استاذ، شرفتني ونورتني. ده كان لقائنا مع محامي النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم فكري. اتمنى ان الناس تكون فهمت حاجات في الكواليس، نقدر نقول اي حاجه لكن ما طلعناش ولا حاجه، ده خلاصه الحوار، بس وضحنا بعض الامور اللي عاوز يفهم. الاهلي فعلا فوق الجميع، هو مش جمله بس بتتقال او شعار، لكن احنا بنطبقها على ارض الواقع. الاهلي كان في لائحته بيصنع مجد، بيصنع دستور لكل اعضاء الجمعيه العموميه، وجم ب 15,000 قالوا كلمتهم، لكن ما كانش في انتخابات زي الترويج، ولا كان في تقسيم، ولا 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 كان في حاجات كتير خالص من الكذب اللي حضراتكم سمعته. هنهي بجمله مهمه جدا لاعضاء الجمعيه العموميه، وبخاطب هنا الناس اللي اتهمتهم، مش عضو الجمعيه العموميه اللي منديل يحركه ولا فلوس ولا وجبه. العيب، كل العيب من اللي قال كده، هو اللي بيعمل كده، قال كده عشان كرشه دلدل من اللي هو قال كده. كل واحد قال على اعضاء الجمعيه العموميه كده ليه مصلحه، ليه غرض، ونيتهم السليمه. مش هقدر اقول اكتر من كده دلوقتي، لكن انا فخور جدا جدا زي ناس كتير فخوره باعضاء الجمعيه العموميه، برجالها، بشبابها، بنسائها. نسائها اللي اتهمونا لما استضفناهم هنا، ده الناس كلها بتبقى فرحانة، خصوصا بسيداتها ونسائها اللي كانوا على قلب رجل واحد زي الرجالة الموجودين وزي الشباب. وكمان جملة قبل ما اختم، بشكر كل فرد داخل قناة النادي الاهلي في كل البرامج اللي الشرف معيارنا ومبادئ الاهلي معيارنا. والنهاردة رئيس الاهلي المهندس محمود طاهر هنسنده وهندعمه وهنقف جنبه، لو بكرة المهندس محمود طاهر هنسنده وندعمه، لو بقى حد تاني هنسنده وندعمه، لان هي دي مبادئ النادي الاهلي اللي عايزين تغيروها بين يوم وليله. المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف سنه.